دكتور، ماذا حصل في مستشفى المعمداني؟ هل لك أن تروي لنا ما حدث؟ بيوم المجزرة كان عندي عمليات بمستشفى المعمداني. بهذيك المرحلة بسبب الضغط العالي على مستشفى الشفا كنت أخذ جرحى من مستشفى الشفا على مستشفى المعمداني لأجري لهم عمليات بمستشفى المعمداني. على الساعة 5 كان في قرار بيني وبين الزملاء إنه البقاء بالمستشفى أتمكن من إجراء عمليات حتى وقت متأخر من الليل، تقريبا حوالين الساعة 8. ما بين ما خلصنا عملية وكنا بدنا نجيب المريض للعملية الثانية صار في صفير لصاروخ، وبعده صار انفجار هائل، جزء من السقف تاع غرفة العمليات سقط علينا. لما نزلت طلعت من غرف العمليات للمنطقة اللي تؤدي لباحة المستشفى لقيت كرة لهب ونار بسيارات الإسعاف اللي كانت بباحة المستشفى. باحة المستشفى كانت قد تحولت لمثل كل المستشفيات لمركز إيواء للعائلات اللي نزحت هربا من القصف. فكان لما دخلت الصبح كانت باحة المستشفى مليانة عائلات أطفال نساء، حولوا المستشفى لمركز إيواء، وكانت كرة النار تضيء باحة المستشفى وأرض الباحة المستشفى مليئة بالجثث وبالأطراف المبتورة. بعدها توجهت لقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وبدوا الجرحى تتابعا يوصلوا. كان في جرحى ببتر للأطراف، إصابات بالغة بالرقبة بالرأس، كان في شهداء، كان في بعض الجرحى بيلفظوا آخر أنفاسهم. استشهد 480 مدني ما بين طفل وامرأة ورجل بباحة المستشفى. بمرحلة ما حاولنا نقل الجرحى من المستشفى لسيارات الإسعاف، ولما حملت الجريح كان في جريح عنده شظية برقبته وكان في عنده إصابة بأحد الشرايين بالرقبة، فحاولنا ننقله على الإسعاف. ولما مشينا وفتنا على الباحة تبين بسبب النار والإضاءة تاعت الباحة إنه الباحة مليانة جثث وجزء منها مبتور، وعلى الأرض في أطراف مبتورة لأطفال ولمدنيين. الأرض كانت كلها مغطية باللحم البشري. أخذنا الجريح بالسيارة الإسعاف على الشفا، وبعدنا بدت سيارات الإسعاف تجيب بقية الجرحى من مستشفى المعمداني. إصابات بالغة بسبب الشظايا وبسبب نوع الصواريخ اللي استخدمت بالمجزرة بالمعمداني. نعم دكتور، نستمع. وتبين بعدها أنه هذا الاختيار لمستشفى تديرها الكنيسة اللوثرية ببريطانيا كان اختيار لاختبار الرأي العام الدولي ودرجة قدرته على الوقوف بوجه هذا الجريمة. لما تبين عدم اللامبالاة برأي العام الدولي لهذه المجزرة حس الواحد بعد المجزرة أنه صار في استهداف مركز لتدمير القطاع الصحي. كافة المستشفيات صار في استهداف لإلها، مستشفى العودة بالجنوب وبعدين مستشفى السرطان اللي هو كان المستشفى التركي، مستشفيات الأطفال، مستشفى الرنتيسي والنصر تم استهدافهم بصواريخ
وبعدين تم استهداف مدخل مستشفى الشفاء. فبعد هاي استهداف المعمداني وعدم وجود هناك ردة فعل دولية قوية بما يكفي لردع الإسرائيلي عن هذه السياسة، تحولت كل الاستراتيجية الإسرائيلية للاستهداف فقط للقطاع الصحي وتدميره تدمير منهجي. يعني أنا لما تركت مستشفى المعمداني آخر يوم لما انتهت أو نفذنا من الأدوية والتخدير والمعدات بغرفة العمليات، كان آخر مستشفى بكل شمال غزة، والحين كل شمال غزة 800,000 مدني، عشرات الآلاف من الجرحى، ليس لهم أي مستشفى إلا بعض مراكز التضميد والعناية الأولية بس لوضع ضمادات على الجراح، وما في مستشفيات لإجراء عمليات.